هل هناك ابتكار أروع من السيارة؟ فلطالما أتت بالسعادة على الإنسان ورافقته في أهم مراحل نمو وتطور المجتمع. لكن هل ما زالت السيارة اليوم تواكب روح العصر والمجتمعات الحديثة؟ وهل من المنطقي أن يتمكن البعض من الاستمتاع بالقيادة في حين بالكاد يستطيع البعض الآخر تكبد تكاليف النقل؟ وهل من المقبول أن يكون مصدر سعادة البعض هو الذي يعرض حياة الآخرين للخطر؟ ولماذا يكون الاستمتاع بالحياة اليوم ثمنه أسلوب حياة سيء في الغد؟ نحن في رينو نؤمن أنه حان الوقت للتغيير، فمتعة القيادة لا تنحصر لدينا على السائق، بل هي متعة يتشاركها هذا الأخير مع كل من حوله. والسلامة في نظرنا ليست مجرد امتحان للأمان عبر التجارب بالدمى، بل هي مسألة حياة أو موت. وبالنسبة إلينا فإن الاحتباس الحراري لا يتوقف عند انبعاثات العادم، بل هي سؤال يطرح نفسه قبل، خلال، وحتى بعد عملية التصميم. نحن في رينو على ثقة أنه حان وقت إطلاق المركبة الكهربائية لتدفع بالسيارة قدما، لتقرب المسافات من جديد بينها وبين الإنسان والحياة. رينو، Drive the Change.